احذر منها. 10 عادات يقوم بها الأشخاص الفاشلون. هناك بعض العادات التي تمنع عنك النجاح وتقودك في مسار الفشل، وهذه 10 منها. ولكن قبل البدء، يرجى دعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. أولاً، الاكتفاء بالحديث فقط. فعل الشيء أفضل من الحديث عنه. أبقي أهدافك لنفسك. إذا ما تحدث الفرد عن مخططاته، سينخدع الدماغ ويشعر بأنك أتممت الأمر. وفي حال شعر الفرد بالرضا، سيكون أقل حماساً للقيام بالعمل الشاق اللازم لتحويل المخطط إلى واقع. ما يعني أنه يجدر بك التكتم بعض الشيء والضغط على نفسك. ثانياً، تسعى وراء ما تريد وليس ما تحتاج. جميعنا نعرف ما نريده، ولكن لا نعرف ما نحتاجه، ويعرف ذلك بالانضباط الذاتي، أن تحقق التوازن بين ما تحتاجه وما تريده. ثالثاً، تقليد الآخرين دون وعي. فحتى إذا كان هؤلاء الأشخاص ناجحين، فتقليدهم أمر في غاية الخطورة. فالظروف والشخصيات والقدرات مختلفة، فأنت لا يمكن أن تكون أي شخص آخر غيرك. رابعاً، عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. فالحياة عبارة عن مجموعة من الخيارات الصغيرة المتغيرة، والتي يؤدي الفشل فيها إلى الفشل التام. خامساً، تأخير المهام والتسويف، وهو أول الخطوات التي تسلكها في طريق الفشل. فتأجيل الأعمال اليومية يراكم في نهاية الأسبوع مهاماً كثيرة ومتعددة، يتوجب عليك تنفيذها في فترة بسيطة، ما يجعلك تؤديها دون إتقان. سادساً، عدم الحصول على وقت للراحة. فلا يجب أن تكون الحياة بالكامل عبارة عن عمل، حينها لن تكون قادراً على استكمال مشوار الحياة وتحقيق أهدافك كاملة. سابعاً، تجعل من الآخرين شماعة تعلق عليها أخطائك. إذا كنت دائماً تجعل الآخرين هم سبب فشلك، يجب عليك أن تتوقف عن ذلك الفعل، فأنت الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يقودك إلى النجاح أو الفشل. ثامناً، تمتلك أحلاماً دون خطة. من المهم أن يكون لديك أحلاماً تأمل في تحقيقها، ولكن من الضروري أن لا تبقي تلك الأحلام في خيالك فقط. يجب أن تضع الخطة التي بها تستطيع أن تحقق أحلامك تلك. لذلك ضع الخطة ثم انطلق. تاسعاً، الإسراف في إنفاق المال. إذا كنت لا تستطيع السيطرة على إنفاقك للمال، فأنت بذلك تتجه نحو الفشل. فإذا قمت بإنفاق جميع أموالك، لن يتبقى لديك ما تحتاجه من أجل تحقيق ما تريد. عاشراً، الاستسلام. أفضل طريقة للنجاح هي المحاولة لمرة إضافية. فالنجاح لم يتحقق بسبب امتناعك عن المحاولة، وغالباً ما يتحقق النجاح بعد عدة محاولات فاشلة. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.